مدينة الرستان 20/11/2013. مرحبا يا عمو. أهلاش، شلونها؟ الحمد لله. عمو احكي لي، شو الوضع بالرستان؟ شلون عايشين بالرستان انت؟ سيء كثير، والغاز غالي، كل شيء، كل المواد، شو اسمه، اسعاره غالي كثير، كل الاسعار غالي، ما في، والمواد قليل بالرستان. يعني ما في متوفر عندكم مواد انتوا هون؟ ما متوفر شيء خالص. طيب عمو، نحن جايتنا شتوية، انتم مجهزين حالكم شتوية؟ شيء مجهزين؟ مازوت مجهزين؟ حطب؟ لا، عايشين تحت رحمة ربنا. يعني ما مجهزين لا مازوت لا حطب؟ لا شيء خالص. طيب عمو، انتو بظل هذا الحصار كبير الصاير على الرسان، واسعار المواد غالية، وحصار كبير، يعني عمو انتو شو متطلباتكم لهذا الشيء؟ نتمنى يرحل بالشهر الاسد عنا وبس. ان شاء الله عن قريب يا عمو. شو بتحب تبيع بالشهر الاسد؟ بتمنى، شو اسمه، بدعي عليه، شو اسمه، يموت هو وعصابته الأسدية. إن شاء الله عن قريب.